اوكي هاي بنات، النهارده الفيديو هيكون ريفيو على الحاجات اللي كنت جبتها من نفرتاري. اول حاجه هتكلم عنها هو السكراب عشان هو في الوش، سوري لو هو شكله متلخبط شويه عشان انا كنت بستخدمه. هو جه معانا العصايه دي، وانا في الفيديو لما جبت الحاجه قلت للناس يعني انا مش فاهمه العصايه دي لازمتها ايه، بس قالوا لي المفروض ان انا اخد بيها السكراب. يعني انا ما استخدمتش العصايه بصراحه، بس السكراب نفسه استخدمته منه كتير. مش عارفه هتشوفه ولا عشان هو غامق. فريحته قهوه تركي حلوه، والاكسفوليشن بتاعه تحفه، وبيسيب زي لاير كده زيت على الجلد، فمش بطريقه زيت ولا بطريقه ضيق خالص، جست ان هو هايدريتنج مرطب للجلد قوي. فانا حابه السكراب ده جدا وانصح بيه. السكرابينج بتاعه حلو جدا، بيعمل كل الافكتس اللي انا لاحظتها مع السكراب القهوه اللي كنت جبته من بره. الحاجه الوحيده اللي مش عجباني فيه ان رغم ان ريحته تحفه، ويعني لما بتستخدميه مع الميه ريحه القهوه كمان بتبقى احلى، بتبقى عامله زي ريحه القهوه بتاعت ستاربكس وكاستا والحاجات ديت، محلات القهوه. فهو ريحته حلو جدا، بس بعد ما بستخدمه ويعني اشيله بلاقي فيه زي ريحه كده مش عجباني قوي. بس انا بصراحه بالنسبه لي دي حاجه بسيطه ما تفرقش، يعني انا هفضل استخدمه وحباه جدا لان هو افكتيف وكمان هايدريتنج مرطب. لو انتي يعني حاجة مهمة ان انتي تسيبي جلدك مترطب بعد ما تستخدمي اكسفوليشن، فده زي ما تقولوا الاثنين في واحد. فده عجبني جدا وانا يعني انصح بيه. تاني حاجة اتكلم عنها الكوكونت اويل. الكوكونت اويل تقريبا خلص، انا فاضل لي يعني لغاية هنا بس الحتة دي. انا شبه خلصته. انا بستخدم الكوكونت اويل ده كميك اب ريموفر، عشان انا بستخدم بحط فاونديشن وبحط ماسكرا ووتر بروف، عشان انا من الناس اللي الماسكرا بتاعتها بتسيح. فانا كنت بستخدمه كميك اب ريموفر، بحط منه نقطه وباخد نقطه ميه كده و يعني احرك ايدي كده في بعض، وبعد كده بمسح عينيا كويس بمسح وشي، بيشيل الميك اب كويس جدا جدا جدا. فهو ميك اب ريموفر هايل. بس الحاجه الوحيده اللي فيه برضو ان رغم ان هو بيور كوكونت اويل، يعني هو كوكونت اويل نقي، هو برضو ريحته مش زي الكوكونت اويل، معرفش ليه، بس انا مش فارق معايا ريحته قوي. يعني هو افكتيف، وانا كمان بعد ما بغسل بيه الميك اب بيشيل كل الميك اب، بيشيل الماسكرا بيشيل الايلاينر بيشيل الفاونديشن والاي شادو بيشيل كل حاجه. فهو كويس، بس هو تقيل شويه وريحته مختلفه عن الكوكونت اويل. الفكره في حكايه ان هو تقيل ان انا بعد ما بستخدمه بغسل وشي بفيس واش، بشيل بواقي الزيت بيه عشان ما هو تقيل، مش ميه يعني تقيل شويه. بعد كده هتكلم عن اللوفا السبونج اللي هي بتاعت الوش. برضو دي انا بستخدمها تقريبا كل يوم، لاني بعد ما بشيل الميك اب بالزيت وبغسل وشي وكده ببقى عايزه ساعات احط اللوفا تحت ميه سخنه وبعصرها كده وبشيل بيها بقى الفيس واش بتاعي والزيت. هي حلوه جدا والى حد كبير تعتبر ناعمه، هي يعني هي ناعمه بس يعني زي ما تقول 80% ناعمه او 85% ناعمه، فيها سنه كده ممكن تبقى ناشفه، بس برضو يعني حطوا في بالكم ان انا بشرتي جافه جدا. يعني انا بشرتي عمرها ما بتزيد تقريبا، مناخيري بس اللي بتزيد، وهي مش بتبقى ناشفه على مناخيري، بتبقى ناشفه على الحتت اللي هي اوريدي ناشفه في وشي. فدي الحاجه الوحيده، بس هي الى حد كبير تعتبر يعني طريه وحلوه كمان. يعني انا بس بقارنها اصلي بتاعه ذا بودي شوب. بتاعه ذا بودي شوب كانت اللي انا كنت بجيبها، كان في كذا واحده عند ذا بودي شوب على فكره، مش كلهم ناعمين. في واحده معينه كانت سفنجه كده كانت حلوه جدا، بس انا زمان كنت بجيبها ب 20 جنيه، ودلوقتي بشوفها بتتباع ب 60 جنيه. دي ب 31 جنيه ودي مثلا 3 4 اضعاف المقاس. الحاجه الوحيده اللي انصح بيها لو انت هتجيبيها قبل ما تستعمليها، لو عندك اخت او مامتك او كده ممكن تقسميها عشان هي كبيره شويه، مش محتاجه المقاس ده كله لوشي. اخر حاجه جربتها كان زيت امله. زيت امله من الحاجات اللي كانت غاليه، يعني بقت الحاجات ارخص بكتير من زيت الامله، وده المفروض ان هو بينعم الشعر ويطول الشعر ويغذي الشعر وبيرطب الفروه. انا بصراحه ما حبيتهوش وما انصحش بيه زيت الامله ده، ما حسيتش باي تغيير لما استخدمته،
وكمان نشف لي شعري، وانا شعري اوريدي مش ناعم فما حبيتوش خالص. هفضل اجربه، لو غيرت رايي هقول لكم، بس هو لغايه دلوقتي ما انصحش بيه، هو ما عجبنيش يعني. اخر حاجه كانت في الفيديو اللي فات هي الفيس بول، ما جربتهاش عشان انا زي ما قلت لكم برضو في الفيديو ده ان انا مش من النوع اللي باخد باث اللي هو عامله البانيو وكده. بس انا في بنت بعتت لي مسج او كتبت لي كومنت قالت لي ان هي بتعجن، بس انا شخصيا ما جربتهاش. بس فهو ده الفيديو بتاع النهاردة اللي هو الريفيوز بتاعت الحاجات اللي كنت اشتريتها من نفرتاري، والناس كتير طلبته، فأتمنى ان الفيديو يكون عجبكو. ما تنسوش تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك، وتخشوا على جروب الفيسبوك برضو، وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وهسيب كل اللينكس بتاعتي حوالين الفيديو يعني، سواء انتوا بتتفرجوا على الفيسبوك او على اليوتيوب. بس مرسي ان انتوا اتفرجتوا، واشوفكوا قريب في الفيديو الجاي. باي.